بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظنا في بدء العام الدراسي في مصر كل عام وجود صورتين على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت أنهما تظهران قيام فراش في مدرسة بمساعدة الطلاب على الهروب بمقابل مادي، ولقد تحققنا من تلك الصورتين وتبين أنهما مضللتين، لأن الصورتين مأخوذتين من مقطع فيديو منشور في قناة مصرية على موقع يوتيوب باسم عم شوقي منذ أكتوبر عام 2021، عبارة عن مشهد تمثيلي ساخر بيقوم المؤدي صاحب الحساب بتمثيل دور والد طالب بيساعده على التسلل إلى مدرسته بعد منعه من الدخول بسبب تأخره عن الموعد المقرر في أول يوم دراسي. وبمراجعة الحساب وجدنا أنه عبارة عن مشهد تمثيلي ووجود مشاهد تمثيلية عدة أخرى لنفس الشخص صاحب دور الوالد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد زكي.